يفعل الرجال ما يقتضيه عليهم الواجب تجاه أهلهم، وقد فعلت هذا وأدركت ثأرك. وأنا آت على رأس حامية أتركها خلفي وتقدم وحدي، وهذه يدي مبسوطة للأحواف، فإذا قبلت فقابلني ومعك عبد الله بن العباس ولدي، وأدبه على ما فعله دون تساهل. والسلام. العباس بن موسى بن عيسى ولي مصر بأمر خليفة المسلمين المأمون أدامه الله. رافض ياك. لو أن أبا ليك أبيك يا فتى ما تصرفت هكذا. انظر له، كل هؤلاء شباب في عمرك، وكل منهم يظن بنفسه أنه أمير، معظمهم يتيم، وقد عرفوا باكرا أن الإمارة لا تصنع الرجال، بل الرجال هم من يصنعون الإمارة. وأبوك قادم يا فتى وهو رجل يصنع الإمارة. افتح فاك وتناول طعامك هذا، عسى أن تبقى على قيد الحياة، ولا أعدك بغير المحاولة، فلا تخسر نفسك بنفسك مرة أخرى. فكوه.